جد بعمل ديودرام المصولح من إنتاج جمعية ريان الفنون الروحية بمساكن سوسة، أداء كل مراد سلانجي وجواهر بوكسير، تقني صوت بلال بن عمر، ومكياج أسماء الدهمول، وإخراج منير مخينيني، وسينوغرافيا مراد سلانجي. العمل كان عرض الأول في تظاهرة الجوكر. خدمنا العمل بالخصوص باش نعرضوه في المهرة في تظاهرة الجوكر، وباش نجمو نلتقيو أكثر بأصحابنا المبدعين ونتعلمو بعضنا ونصلحو لبعضنا. فرحانة برشا إني موجودة لهنا. ميرسي جوكر، وإن شاء الله بون شونس.